أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج مع الحدث. الحج في مهب الصراع الإيراني السعودي. يقال عادة أن الحج عبادة، يبدو أنه أصبح الآن سياسة، وذلك في ضوء الخلافات الكبيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذه الخلافات دفعت الجانب الإيراني للإعلان عن أن موسم الحج لهذا العام سيجري بغياب الحجاج الإيرانيين. وفيما يتبادل البلدان الاتهامات حول المسؤولية عن ذلك، يرى كثيرون أن الحج أصبح أحد ملفات الصراع بين القوتين الإقليميتين والذي يخوضه الطرفان على أكثر من جبهة. هل هذا صحيح؟ موضوع نناقشه في حلقة اليوم، ولكن بعد هذا التقرير للزميل ناجح العبيدي. موسم الحج هذا العام تحول إلى ساحة للصراع الإقليمي، فقد أعلنت إيران أن مواطنيها لن يشاركوا هذه المرة في تأدية فريضة الحج. هذا القرار جاء بعد فشل مفاوضات طويلة بين إيران والسعودية حول تنظيم مناسك الحج وسط تبادل للتهم بين البلدين. طهران تقول إن السعودية ليست قادرة على ضمان سلامة الحج، بينما ترى الرياض أن إيران تسعى إلى تسييس الحج وخلق الفوضى خلال فترة الحج. لكن الخلاف بين القوتين الإقليميتين ليس دينيا فحسب، بل يندرج ضمن صراع أكبر يشمل ملفات ودولا عديدة، كما هو الحال في اليمن، حيث تدخلت الرياض عسكريا لمحاربة الحوثيين المدعومين من طهران. العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل خاص العام الماضي بعد وفاة مئات الإيرانيين في حادث تدافع أثناء موسم الحج، وحملت حينها طهران السعودية المسؤولية. التوتر بلغ أوجه مطلع العام الحالي عندما قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وذلك إثر اقتحام سفارتها في طهران بسبب إقدام الرياض على إعدام رجل دين شيعي سعودي بارز. الخلاف بين طهران والرياض حول الحج ليس جديدا، ففي عام 1987 تأججت العلاقات بين البلدين بعد قيام الآلاف من الحجاج أغلبهم إيرانيون بتنظيم احتجاج مناهض لأمريكا وإسرائيل، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن السعودية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 حاج. وعلى إثرها قاطعت إيران الحج لثلاث سنوات، والآن يأتي القرار الإيراني الجديد بالمقاطعة ليشير إلى تصاعد التوتر بين البلدين. أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة من الرياض، الأستاذ سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات السعودية. من طهران معي السيد حسين رويوران خبير في الشؤون الإيرانية، وأيضا من القاهرة أرحب بالدكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، هو خبير أيضا في الشؤون الإيرانية. أهلا بكم جميعا. سيد حسين، أبدأ مع حضرتك الحوار لكي يعني نقف على الموقف الإيراني الرافض لمشاركة الحجاج الإيرانيين هذا العام في الحج. لماذا رفضت إيران إرسال مواطنيها للحج مع العلم أنه تم الاتفاق مع الرياض على إصدار تأشيرات إلكترونية من داخل إيران أولا، نقل الحجاج بين الناقل الوطني السعودي والناقل الوطني الإيراني مناصفة هذا ثانيا، والموافقة أيضا على طلب الوفد الإيراني بالسماح له بتمثيل دبلوماسي عبر السفارة السويسرية؟ أين المشكلة بالنسبة للإيرانيين؟ هل لك أن توضح لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا صحيح ان هناك اتفاق على نقل الحجاج او رسوم دول الذي ينقل 70,000 حاج ايراني، هذا صحيح. الاتفاق على التاشيره الالكترونيه ايضا تم، ولكن الخلاف بقي على مضمون الحج. يعني ايران طالبت السعوديه بان يكون الحج ضمن الاطار المعتاد وكما كانت السنوات السابقه، في حين ان السعوديه طالبت ايران بعدم القيام بمراسم البراء من المشركين، والذي تراه ايران هو جزء من شعيره الحج، يعني استنادا الى سوره التوبه. وهذا ما ادى، يعني المساله الثانيه انه مساله ان السفاره الايرانيه مغلقه في السعوديه، ويعني في النهايه عاده القسم القنصلي هو الذي يتولى شؤون الحجاج سواء كان أصيب بحادث أو اعتقل أو أي شيء من هذا القبيل، بالنهاية القسم القنصلي يتولى شؤون الحجاج الإيرانيين. وضمن هذا الإطار إيران أعلنت أن السعودية ترفض إقامة الحج
كما كان في السنوات السابقة. طيب. والمتابعة القنصلية أيضا للمواطنين الإيرانيين في الحج، هذه كانت تقريبا أهم مسألتين طرحت على لسان مسؤولي الحج في إيران. قبل أن أدخل بموضوع يعني مشاعر براءة المشركين التي تحدثت عنها، سؤال يطرح الآن من قبل العديد من المراقبين، هل يحق لإيران أن تملي شروطها؟ يعني لماذا لا تلتزم بالمعايير والبرنامج التنظيمي للحج أسوة بغيرها من الدول الإسلامية؟ المملكة العربية السعودية غيرت يعني البرنامج التنظيمي لنقل، لماذا لا تلتزم بذلك إيران؟ أين المشكلة أيضا من ناحية يعني القيام ببراءة المشركين التي تحدثت عنها مثلا؟ لا يعني اولا ان ايران تلتزم بما تريده السعوديه، هذا الكلام غير صحيح. يعني من سمح للسعوديه ان تملي كيفيه اقامه الشعائر؟ بالنهايه هناك حريه بين المذاهب الاسلاميه في فهمهم للاسلام، لا يمكن للسعوديه ان تملي يعني فهمها على باقي الدول الاسلاميه. ثانيا مساله البراءه من المشركين، السعوديه في السابق يعني وقبل اكثر من عقد طالبت ايران بان تقام داخل الخيام الايرانيه على اعتبار انها شعيره تخصهم، وايران قبلت ذلك، والان ايضا ايرانيه قبلت بهذا ان يكون ضمن اطار المخيم الايراني وبعيدا عن باقي الحجاج. ايران لا تريد ان تملي ارادتها على الاخر وترفض ان يملي الاخر ايضا ارادته عليها. طيب. من هنا يجب ان تحترم حرية المعتقد لدى كل المسلمين. عظيم. سؤال أيضا يطرح، دعنا نتوجه للدكتور بن عمر، الأستاذ بن عمر، لكي يوضح لنا هذا الموضوع. يعني أستاذ بن عمر، الشروط السعودية على الإيرانيين أيضا وصفت من قبل العديد من المراقبين بأنها تعجيزية، على سبيل المثال القيام بهذه الشعائر التي تعتبرها إيران جدا مهمة، البراءة من الكفار أو من المشركين. سبق وأن قامت إيران بالفعل بهذه الشعائر لسنوات طويلة، يعني تحت علم السلطات السعودية وموافقة منها وأيضا بأماكن خاصة بها. ما الذي تغير هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن نرجع إلى مصدر التشريع الإسلامي اللي هو القرآن الكريم، إذ قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا مصدرنا نحن والإيرانيون وكل العالم الإسلامي، أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. هذا المصدر الرئيسي الدستوري التشريعي لجميع المسلمين في العالم، الذي هو قرآننا وقرآن الإيرانيين والأندونيسيين والنيجيريين والجن والإنس الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب. الشيء الآخر، أعترض عليك وعلى ضيفك من طهران، إذ لم يسبق للسلطات الإيرانية، أولا قبل أن أبدأ في الموضوع أقول لك ولزميلي في طهران أن الحج هو فردي للإنسان، للشخص، أنا أحج وهو يحج والمسلم الآخر يحج إلى مكة إنفاذا لفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ولم يفرضها على الدولة. الفريضة لم تفرض على المجتمع ولا على القبيلة ولا على الدولة، فرضت على الشخص. إذن أنا أحج بمفردي كمسلم وليس كمصري أو كسعودي أو كإيراني. إذن فريضة الأمر الذي أتى به صاحبك من طهران، البراءة من المشركين، يتبرأ من المشركين مثل ما يبغى، يتبرأ منها في طهران، في قم، في الطريق، في الطائرة. يعني هذه المعلومة اسمحي لي الله يرضى عليك، سأعطيك الفرصة حتى سأعطيك، ولكن فقط لكي نشرح للمشاهد. هل الحجاج الإيراني سيد بن عمر دعني أعقب، هل الحجاج الإيرانيون لم يسبق لهم أن قاموا بهذه الشعائر الإسلامية؟ في فقط سؤال لكي أفهم سيد بن عمر، نحن نتحاور الآن، أريد أن أفهم، لذلك حضرتك موجود، هل يعني أريد أن هذه المعلومة أن تؤكد، هل بالفعل الحجاج الإيرانيون لم يقوموا في السنوات الماضية بالحج بالقيام بشعائر البراءة من الكفار أو المشركين؟ هل السلطات السعودية كانت تمنعهم من ذلك؟ لكي نفهم يعني أين المشكلة؟ يعني فليكن صدرك رحب معي. اسمحي لي فقط، اسمحي لي حتى لا يضيع وقتنا في الجدال، الله يحفظك. تفضل أنا معك. الشيء الآخر والمهم أنه منذ قيام الثورة الإسلامية في طهران
عام 80 تقريبا، وحتى يومنا هذا لم يسمح لا للحجاج الإيرانيين أو لغير الإيرانيين أن ينفردوا بشعائر أو بطقوس أو بأمور أخرى خاصة بهم، وإلا فأنتفت فريضة الحج. الوقوف بعرفة، كلنا مسلمون نقف تحت على جبل الرحمة بلباس واحد ومتجهين لخالق واحد. اسمحي لي، لم يسبق أنا كنت ضمن الطاقم أو ضمن المسؤولين السعوديين الذين يخدمون الحجاجة في مكة، أتحدى صاحبك من طهران أن يعطينا شريطا أو تسجيلا أو صورا لأي طقوس إيرانية منذ عام 80 حتى نعم. الآن أما نعم. اسمحي لي ضيفك نعم. أما مسألة الخيام فأنت إذا دخلت في خيمتك صلي لربك وادعو ربك وتبري من المشركين، لا تدخل السلطات السعودية لا على الأخ الإيراني في خيمته ولا على السعودي في خيمته ولا على المصري في خيمته. هذه نعم. حجج واهية لم يسبق. اسمحي لي يا أختي أعطيني فرصة. ما أنا أعطيك يعني أنا أعطيك المجال الكامل، ولكن الوقت ما تقوله الوقت. لا معي وقت، لا تعت الهم. أنا من أنظم الوقت، لا تعت الهم. أريد فقط أن أعقب على الكلام الذي قلته مع الدكتور لباد لكي نشكه في الحديث. أنت قلت كلام جدا مهم هنا، أريد أن أسأل أيضا الدكتور لباد. دكتور لباد، يعني المشكلة هي مشكلة الشعائر، المشكلة هي مشكلة يعني أمور تنظيمية، المشكلة هي حرية لكل يعني شخص يريد أن يؤدي مناسك الحج على طريقته، أم هي المشكلة سياسية كما يتم التداول به الآن عبر وسائل الإعلام وأيضا عبر المسؤولين؟ أولا مساء الخير لحضرتك وللضيوف والزملاء الكرام في الرياض وطهران وللسيدات والسادة المشاهدين. يعني دون الدخول في تفاصيل الفقه الإسلامي وفقه الحج لست متخصصا بها، لكني أعتقد أن الخلاف السعودي الإيراني الحالي حول مراسم الحج هو حلقة في سلسلة متصلة تعنى بالصراع السعودي الإيراني على النفوذ وعلى القيادة الإقليمية في المنطقة، ورأينا في محطات متكررة كيف تصادم البلدان في موضوع شعائر الحج وفي موضوع جيوسياسي في اليمن كما تفضل التقرير، وحتى في سوريا وحتى في لبنان وحتى على صعيد قطاع النفط والطاقة. وبالتالي نحن نشهد تأزما في العلاقات السعودية الإيرانية بسبب الرغبة في النفوذ والقيادة في المنطقة، لذلك كل طرف يريد أن يمرر رؤيته ويشرعن لها، لكن في الواقع الخلفية السياسية تبدو أكبر بكثير من خلفية النقاش حول أحقية هذا المنهج الجدلي الفقهي أم غيره. هذا هو اعتقادي. نعم دكتور لباد، يعني هذه ليست المرة الأولى التي نشت فيها يعني خلافات بين الإيرانيين والسعوديين حول الحج. يعني كما تابعنا في التقرير كان هناك أيضا مقاطعة يعني لمدة 3 سنوات من قبل الإيرانيين، الآن هناك أيضا مقاطعة على أمل أن يكون هناك تسوية قبل موسم الحج. ولكن يعني ما تأثير ذلك على الحجاج الإيرانيين وأيضا على موسم الحج في الرياض نظرا للمتغيرات ما بين 87 والآن، نسبة لما قلته الآن حول يعني الخلافات على عدة ملفات، هل لذلك أي تأثير فعلي ولو باختصار؟ يعني كل بلد كما نعلم له حصة أو كوتا في الحج بحسب عدد السكان، وبالتالي سيغيب الحجاج الإيرانيون، لكن الحجاج من مختلف بقاع العالم سيحضرون، وبالتالي من ناحية مراسم الحج والحجم والزخم لا أعتقد أن هناك تغيير في الحجم وزخم الحج، لكن التغيير سيكون في تردي العلاقات السياسية بين السعودية وإيران، وهذه المراسم أصل البراءة، ليس البراءة ولكن أصل البراءة من الكفار والمشركين، هذا هو الاسم الرسمي في إيران، استخدمها حجاج إيرانيون للتنديد بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نعم. وكلنا نعلم أنه الكفار والمشركين في وقت مراسم الحج والإسلام الأول لم تكن هناك لا أمريكا ولا إسرائيل، وبالتالي هذا ما يدعم الفكرة القائلة بأنه الموضوع سياسي وكل طرف يستخدم المراسم لفرض شروط أو لتحسين وضعه وتحسين صورته في الإقليم الذي
تنازعان على القيادة عليه. سيد ريوران، قبل أن أنتقل مجددا إلى ضيفي العزيز من الرياض سيد بن عمر، سيد ريوران سؤال أيضا يطرح، إيران تعلم الحساسية السياسية الآن مع المملكة العربية السعودية، يعني لماذا الإصرار على القيام بهذه الشعائر، ولماذا أيضا الإصرار على حمل علم إيران خلال موسم الحج؟ فسر بأنه أيضا استفزاز، ما هو تفسيرك لذلك؟ لا يعني اولا رفع العلم الايراني، يعني كل حجاج يرفعون اعلام بلدانهم ليس انه يعني يبقى اشاره او يعني شيء رمزي يستطيعون ان يجدوا بعضهم البعض، لان في موسم الحج هناك الملايين والكثير منهم يضيعون والكثير من الدول يستعملون انه علم بلدانهم. ولكن انا يعني لا اتصور ان الموضوع هو موضوع انا، يعني اولا انا اتفق مع الدكتور مصطفى انه ان الموضوع سياسي، يعني ايران والسعوديه اختلفوا منذ بدايه انتصار الثوره الاسلاميه في ايران لحد الان، ولكن كانت هناك اراده في تجاوز هذا الخلاف، ولكن الان يعني الخلاف كبير بالشكل الذي لا يسمح. أنا لا أريد أن أدخل في جدال مع يعني الزميل بن عمر، يعني أولا سورة البراءة تقول براءة من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين يوم الحج الأكبر، يعني هذه البراءة هي لم تأتي يعني من فراغ، هي أتت من القرآن، من نص قرآني يعتقد به لا ندخل في سجلات، نحن نتحاور ونريد ان نوضح فقط الصوره، يعني ما الذي يجري، لماذا الخلاف، اريد فقط ان ان استفسر منك ولو باختصار سيد ريوران لكي انتقل الى ضيفي في الرياض، فقط اريد ان استفسر، يعني الشعارات السياسيه، الشعارات ضد اسرائيل او ضد المملكه، ضد الولايات المتحده الامريكيه، هل هي لازمه في الحج اذا كان يعني الحج يعني هو موضوع جدا مقدس وهو روحاني، فلماذا يعني الشعارات السياسية هنا؟ لماذا لا تلتزم إيران في ذلك على سبيل المثال باختصار؟ نعم، يعني إيران ترى أن موضوع البراءة يعني من المشركين هو جزء من الحج، وهي قامت بذلك، وبخلاف ما تفضل السيد بن عمر، يعني كل سنة التلفزيون الإيراني يبث هذه الشعائر بصورة مباشرة من عرفة أنه عند الوقوف هناك، يعني هذا الموضوع واضح منذ بداية الثورة الإسلامية لحد الآن، وأكثر من 35 أو 37 عام هذا الموضوع مستمر، يعني ليس بحاجة إلى أن أعرف شريف هذا الموضوع، أقول أنه يبث سنويا بشكل يعني مباشر من التلفزيون الإيراني. من هنا أتصور أنه خلاف سياسي، ولكن الجانب السياسي فرض نفسه على هذه الشعيرة، ولم يستطع الطرفان أن يحيد الجانب الديني عن الجانب السياسي. يعني أيضا أخذ برأي السيد بن عمر وأركز على الجانب السياسي، سيد بن عمر ماذا يعني مقاطعة تقريبا 75 ألف حاج إيراني؟ بالطبع يعني هو طلب من السلطات الإيرانية للإيرانيين بعدم الذهاب إلى الحج، ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني بأن الصراع أخذ منحا آخر؟ هل هذا يعني بأن الخلاف تأزم أكثر بين المملكة العربية السعودية وإيران، والحج يعني أصبح يعني ورقة في هذا الخلاف السياسي؟ رأيك لو سمحت. أختصر الفوائد التي تجنيها إيران من مسألة مقاطعة الحج وإجبار حجاجها أما يتظاهروا في مكة أو يبقوا في طهران، في فقرتين رئيسيتين إيران تريد أن تحصل عليهما إن لم تحصل على الذهاب إلى الحج، وأعتقد أن الحصول على الفقرتين هذه أفضل عند الحكومة الإيرانية من الذهاب إلى الحج، لأنه اللي يذهب إلى الحج المواطن الإيراني المسلم وليس الدولة، مصر، سوريا، الأردن، لا تأتي الدول، يأتون الحجاج فقط كأفراد مسلمين يحشرون في قبورهم لحالهم بدون الدولة. ولكن إيران تريد أن تحصل على شيئين رئيسيين، أولا تريد أن تجبر السعودية على فتح سفارتها في الرياض، وهذا مستحيل
في هذا في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل السياسة الإيرانية تجاه العالم العربي، تريد أن تقول والله افتحوا سفارتنا في الرياض حتى نرسل حجاجنا، وهذا مستحيل. الشيء الآخر، تريد أن تظهر نفسها كمظلومة أمام الشعوب الإسلامية، والله السعوديين منعونا من أن نحج، إذا نحن مظلومين، وهم والمظلومية هذه دائما يرددها النظام الإيراني كأيديولوجية، يعني منذ قيام الثورة، المظلومية من أمريكا، المظلومية من إسرائيل، ثم وضعونا نحن الآن معهم، المظلومية من السعودية، حرموا الحجاج الإيرانيين. نحن لم نحرم الحجاج الإيرانيين، نحن حرمنا المسؤولين الإيرانيين من جعل فوضى في مكة المكرمة. هذا هو ردي على سؤالك باختصار. واسمحي لي أن أرد على الأخ قبل قليل عندما قال أن البراءة من يوم قامت الثورة الإسلامية في إيران، وأسندها إلى آية كريمة في براءة من الله في الحج. إذن نحن من السنة العاشرة أو الثامنة، يعني من حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عام 80، حج المسلمين باطل لأنهم لم يقوموا بهذه الفريضة الذي ذكرها صاحبنا من طهران. ما أعتقد هذا شيء صحيح، لأننا منذ العصور الأولى الإسلامية حتى عام 80 وحتى الآن أيضا باستثناء حجاج الدولة الإيرانية، نحج حجا واحدا فقط وعلى وتيرة واحدة، لا رجس ولا جدال ولا فسوق في الحج. هذا هو الذي نعرفه. أما البراءة من المشركين، فكل يتبرأ من المشركين، حتى المسيحيين يتبرؤون من المشركين في ديارهم، وحتى الذي لا يحج يتبرأ من المشرك ويتبرأ من الذي الملحد. هذا شيء واضح وطبيعي، لا نستطيع أن نجادل فيه أو نختلق. أما مسألة أن إيران تصور بالتلفزيون، نعم هم يصورون الحجاج في التلفزيون في خيامهم أو في عرفة وهم أحرار، ويقولون على أنفسهم على ألسنتهم ما تريد طهران أن تقوله، لا 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 نعترض عليها. أضف إلى ذلك أن الأخوة في إيران، من وما زلنا نقول أنهم أخوة لأنهم أخوة لنا في الدين، في عهد الرئيس خاتمي لمدة 8 سنوات لم تقم هناك أي مشكلة في الحج، لمدة 8 سنوات عهد الرئيس خاتمي لم تقم هناك أي مشكلة في الحج. المشاكل في الحج كانت قبل عهد خاتمي، ثم في عهد أحمد نجاد، ثم بدأت هذه السنة واختلقت من إيران، وهذا شيء طبيعي، يعني احنا متعودين عليه. ولكن أن يكون للحجاج الإيرانيين واضح يعني ميزة في الحج، هذا مستحيل. مستحيل، ليست السعودية التي ترفضه، بل حجاج العالم الإسلامي. نعم، لديك أنت، لكن ليس واضح لدى الأخوة في إيران. والآن نحن نوضح ذلك، يعني لكل طرف له رأيه، وهناك اتهامات متبادلة. ولكن السؤال الذي يطرح الآن للدكتور اللباد، دكتور اللباد، يعني عاد الحديث مجددا من قبل الجانب الإيراني، وهنا سأخذ برأي ضيفي من طهران أيضا، عاد الحديث مجددا حول يعني طرف محايد لتنظيم الحج. هل هذا الكلام واقعي بالنسبة لك أيضا في ظل الظروف السياسية والإقليمية وحساسية الموضوع الديني والطائفي أيضا، ومكانة يعني مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية؟ يعني هذا ما يثبت تماما أن الموضوع سياسي، لأنه جهة محايدة تدير يعني تقويض الشرعية للنظام السعودي الحاكم، الذي من أهم مقومات شرعيته أنه يرعى الأماكن المقدسة، وحتى لقب الملك السعودي هو خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي إذا ما تحقق الاقتراح الإيراني وهو غير قابل للتحقق على الأرض عمليا، لأني لا أعتقد أن هناك دول كثر ستوافق إيران على هذه المقولة، يعني سحب رعاية الأماكن المقدسة من السعودية، وهو أمر دونه خرط القتاد بالنسبة للسعودية، لأنه يسحب المشروعية الدينية والسياسية لنظام الحكم في السعودية. هذا ما يثبت أنه النزاع الحالي والأطروحات المتبادلة من الطرفين ذات طابع سياسي، وإيران تعلم أن هذا المقترح لن يلقى استجابة من دول إسلامية، وبالتالي طرح هذا الاقتراح يهدف إلى التضييق على الحكومة السعودية والضغط عليها في ملفات أخرى على خلفية النزاع المحتدم. إيران تقود محورا في المنطقة، والسعودية تقود محورا آخر، وبالتالي يدخل الآن الحج وشعائر الحج واقتراح لجهة محايدة بالتنظيم، يعني تقويض هذه
المشروعية للسعودية، وبالتالي إيران تعلم أن هذا أمر لا يمكن قبوله لا من السعودية ولا من الدول الحليفة للسعودية، وبالتالي الاقتراح هو عبارة عن مكاسرة سياسية مع السعودية في إطار المكاسرة الأكبر على مستوى الإقليم. ما رأيك سيد ريوران، يعني إذا كان هذا المقترح كما يقول الدكتور اللباد لا يلقى موافقة من قبل بالطبع المملكة العربية السعودية وأيضا حلفائها وحتى الدول الإسلامية الأخرى، لماذا تصر إذن إيران على هذا المقترح بطرف محايد وتحديدا يعني كمنظمة التعاون الإسلامي السعودية تكون عضو فيها؟ ما الهدف من وراء كل ذلك حسب قراءتك؟ يعني أولا السعودية طبيعي أنها ترفض، يعني لأنها يعني هي تحاول أن تنظم الحج من خلال وجهة نظرها، أنه الآن يعني نحن نرى في اليقين أن وجهة النظر السعودية التي تسود في مسألة يعني عدم القبول مثلا زيارة قبور بعض الأئمة، وهناك اعتراض ليس فقط يعني من قبل إيران، هناك اعتراض من أكثر من طرف يعني من؟ غير إيران. من يعني من غير إيران فقط لكي نوضح مثلا؟ نعم يعني الشوافع أيضا هم يعني كما في القاهرة يزورون رأس الحسين، هم أيضا يزورون أنه سيد الشهداء حمزة وإلى آخره، ولكن السعودية يعني هي تحاول أن تفرض وجهة نظرها في عدم زيارة القبور بالشكل الذي يتم عند هؤلاء من بعيد إلى آخره. يعني موضوع أنا أتصور أن هل يمكن أو هل يحق للسعودية أن تفرض وجهة نظرها على الآخرين؟ بالنهاية هناك أربع مذاهب سنية، هناك مذهبان أو ثلاثة مذاهب شيعية يعني إمامية وزيدية وإسماعيلية، ويجب أن توفر السعودية الظروف الملائمة لحج كل. نعم انقطع الاتصال مع سيد ريوران، ولكن الفكرة واضحة. سيد بن عمر، هل تريد الرد على هذه النقطة حول الشعائر يعني خاصة للطائفة الشيعية حسب ما فهمت من السيد ريوران في الحج؟ لا، أنا أريد أن أسألك سؤالا واحدا ما دام الأستاذ حسين غادر، بوجه لك أنت إذا سمحتي لي. هل ترين أو سمعتي طوال 30 سنة الماضية حاجا يريد أن يعمل مظاهرة البراءة من المشركين في مكة غير الحج الإيراني؟ أعتقد أن الجواب بالنفي. إذن الموضوع سياسي مثل ما تفضل الأستاذ مصطفى اللباد، والموضوع يعني موضوع أعتقد أنه لا يرضى به أي مسلم سواء شافعي ولا حنبلي ولا أي كان ولا سني ولا شيعي. لا يرضى المسلمين أن يزعج بعضهم بعض في الكعبة المشرفة وفي الأماكن المقدسة. أنا أدعو على العراق وهذا يدعو على إيران، وذلك يدعو على أمريكا والثالث يدعو على فرنسا وهذا يدعو. هذه فوضى لا تحتمل الحج مبادئ الوحدة الواحدة والشعار الواحد اللي بالإحرام الواحد والاتجاه لخالق واحد وللبيت رب يحميه. أما مسألة أنني أذهب إلى مكة حتى أدعو على طهران أو أدعو على نيويورك، فهذا أعتقد أنه هذا ليس حجا. هذا نعم. باختصار الموضوع ليس حجا، الحج في أشهر معلومات ولا جدال ولا رثفث ولا فسوق في الحج، هذا هو. إنما الإيرانيون يريدون أن يرفعوا شعارات ضد أمريكا أو ضد أي كان في مكة حتى يثبتوا وجودهم، لأنهم يجدون أنهم في طهران كأنهم في عزلة من العالم الإسلامي بصفة اللغة الإيرانية غير محكية في بقية الدول العالم العربي. فهم يريدون في مكة أن ينقلوا هذه العدوى للعالم الإسلامي لبقية العالم الإسلامي، وهذا مستحيل. كل السنوات الماضية لم يفلحوا أن أنضم أحدا من الحجاج المسلمين في بقية دول العالم إلى هذا الفوضى. ما الحل سيد بن عمر من وجهة الحل نظرك؟ الحل أن يعودوا الإيرانيين كما كانوا قبل عام 80، يأتوا أفضل حجاج حسب ما كانوا يحكولنا أهالي مكة، كان يصل إلى مكة وكل الحجاج عند الله إن شاء الله سواء، ولكن أفضل أدبا والتزاما بالقوانين المرعية في الحج والسلوك الشخصي هم الحجاج الإيرانيين، وهذا أقوله على الملأ، ولكن قبل عام 80. والآن
هم أيضا حجاج محترمون، ولكن عندما يؤمرون بالعمل التظاهرة بالمظاهرة، الذي يعمل المظاهرات ليس هم الحجاج، إنما هم طائفة موجودة ضمن الحجاج، 10,000 15,000 هم الحرس الثوري الإيراني. وأذكرك وأثبت لك على صحة كلامي أنه العام الماضي كان في حادثة تدافع حجاج، صحيح، سقط ضمنهم أشخاص إيرانيون، كان من ضمنهم السفير الإيراني المعروف في بيروت، السفير الإيراني في بيروت السيد يبدو لي غضنفر، اسمه غضنفر. فعندما توفي بين الحجاج لم تستطع السلطات السعودية أن تفرق بينه وبين الآخرين، لأنه دخل باسم مزور إلى الحج، وهذا أيضا ما تعترض عليه السلطات السعودية. ماذا يعني؟ بالعكس، المملكة العربية السعودية تسخر كل جهودها للدبلوماسيين ولضيوف الدولة من مرتبة سفير فما فوق، يعني طيب. إضافة إلى اهتمامها بالحجاج الآخرين، ولكن الحجاج الدبلوماسيين لهم صفة معينة، نعم، كيعني مرعاة لدبلوماسيتهم، ولكن السفير الغضنفر توفي ضمن الحجاج بدون ما يعرفون، بعد حتى ما انتشروا جثته ما عرفوا أنه غضنفر إلا بالدين أي، وتأخر تقريبا 3 أشهر في الثلاجة حتى أرسل لطهران، وهذه من الأشياء اللي تحتاج، نعم، عليها السعودية. معي سيد ريوران، أريد تعليق، يعني ربما سمعت ما قاله السيد بن عمر، أريد تعليق على هذا الموضوع أيضا، يعني غياب الثقة حول من هم الحجاج الإيرانيين، وأيضا يعني هذه الانتقادات التي وجهها السيد بن عمر، أريد تعليق سريع لو سمحت. يعني أولا من يحج هو من هو مستقيم، يعني يمكن أن يكون هذا المستقيم دبلوماسيا، أو يمكن أن يكون من الحرس، أو يمكن أن يكون من الجيش، بس دخل باسم مستعار يقول السيد بن عمر، وهذا يخلق إشكالية للمملكة. وجود دبلوماسي يعني وجود دبلوماسي في الحج ليس مسألة مشاكل، هذا أولا. ثانيا، السيد غضنفر ركن سفير إيران في لبنان، يعني كان هو بما أنه ليس في وضع دبلوماسي، هو كأي حاج آخر كان في وضع عادي وبجواز عادي، دخل إلى السعودية ودخل بخلاف ما تفضل السيد بن عمر باسمه غضنفر ركن أبادي من دون أي تغيير، وهو يعني لقى حسه في حادث نفسه. لما؟ أين الإشكال في هذا الموضوع؟ يعني إذا كان هناك دبلوماسي في لبنان أو كان قائدا في الحرس وهو جاهد، أين الإشكال في هذا الموضوع؟ أليس هو مسلم؟ أليس هو يمكن أن يكون له استقرار أو يعني من الحج؟ يعني أتصور أن الكلام الذي يطرحه السيد بن عمر بعيد جدا عن المنطق في هذا الإطار. طيب سيد بن عمر، تريد أن تعلق؟ لم يدخل باسمه الصريح يا سيدي. لا، نعم، لم يدخل باسمه الصريح، لم يدخل سيد غضنفر باسمه الصريح، وأنا أتحداك من على هذه الشاشة أن إذا تريد أن أحضر صورة من الجواز الذي حضر به إلى مكة المكرمة، واحتجت السلطات السعودية وتأخروا في تسليم جثته ولم يحضر باسمه الصحيح، وإلا ما يعني ما هي استغراب السلطات السعودية أن يدخل باسم غضنفر؟ سيد بن عمر، حول حادثة منى، استغراب، نعم، حول حادثة منى فقط، يعني سؤال سؤال سريع لو سمحت، وإجابة أيضا سريعة. كان هناك أيضا أسئلة جميل. أسئلة عدة حول يعني كيف ستتفادى المملكة العربية السعودية ما حدث العام الماضي، وأيضا أين وصلت التحقيقات؟ هل لك أن توضح لي باختصار لو سمحت لكي أنتقل إلى الدكتور اللباد؟ حاضر. لما عندما يكون على صعيد عرفة ومنى الطاهرة 3 مليون حاج في وقت واحد، بالله عليك من يسمح لأحد بالتظاهر في مكة؟ إذا كان 3 مليون حاج جاي من أقطار العالم ثم نسمح للحجاج بالتظاهر وإظهار الفوضى في الحج؟ نحن الآن نحافظ على الحجاج وعلى سلامتهم بدون مظاهرات. ما هي نتيجة التحقيقات؟ نستقدم مظاهرات؟ نعم، ما هي نتيجة التحقيقات حول حادثة تدافع منى؟ هل من نتيجة ملموسة؟ والله أنا لا أستطيع أن أقول التحقيقات، لأن الإيرانيين يفهمون ذلك، ومنذ عام وفي أحداث سبقت هذا الحدث عام 1410 يعني عام 90 وما بعدها، كانت هناك أيادي إيرانية وأثبتت
وبعض الأشخاص لقوا جزاءهم، من ضمنهم 16 شخص نعم. يتمتعون بالجنسية الكويتية وبعضهم بالجنسية ولكن السعودية. ولكن القتلى إيرانيين سيد بن عمر يعني ليس من المنطق، يعني هو سؤال يعني فقط تحقيقات، هل من معلومات؟ أنا أقول لك أن الدواء في أن الداء في الدواء الإيراني الموضوع هم الإيرانيين يعرفون ما هي الأسباب وماذا كان تدبيرهم في تدميرهم. طيب دكتور اللباد، قبل أن أنتقل يعني إلى سيد ريوران لكي نفهم منه ما الذي يعرفه الإيرانيون في حادثة منى، يدهمني الوقت، ما الذي نفهمه من كل ذلك حول هذه الاتهامات والاتهامات المتبادلة؟ هل من حل؟ ماذا يعني ذلك حول العلاقات وأيضا حول الحج تحديدا؟ أشكرك على هذا السؤال. نرى احتدام في المواقف السعودية الإيرانية، وهذا الاحتدام متكرر وحلقة في سلسلة، ولا يمتد فقط إلى شعائر الحج ولكن يمتد إلى الأوضاع الجيوسياسية وإلى سوق النفط العالمية. وبالتالي نخلص من ذلك إلى أنه طلب الرئيس الأمريكي ودول أوروبية كثيرة من إيران ومن السعودية أن يتفاهم ويتقاسم المنطقة فيما بينهما هو أمر مستبعد، لا يمكن في ظل هذه الأوضاع وهذا الاحتدام أن نتوقع تلطيفا في العلاقات السعودية الإيرانية على المدى المنظور. كل طرف يحشد أوراقه الإقليمية وكل طرف يضع الآخر في موضع الخصم والخصم الشرس، ويجيش إقليميا ونفطيا وسياسيا وأيديولوجيا وحتى الآن في مشاعر الحج المقدسة. وبالتالي نستطيع أن نقول أن التوتر الإيراني السعودي سيستمر إلى المدى المنظور، وهذا لا يعني أن قضايا المنطقة الساخنة كلها لن تحل، ربما تحل قضية هنا أو هناك إذا ما لبت مصالح الطرفين، ولكن بشكل عام أو كما يقولون باكيج أو حزمة من التفاهمات بين البلدين كما يأمل كثيرون في المنطقة، أعتقد هو أمل في غير محله في ظل هذا الاحتدام الكبير في المواقف. على المدى المنظور سنرى استمرار لهذا الاحتدام، ونأمل أنه يتوصل الطرفين في النهاية إلى حلول وسط ويعني فك الاحتقان، لأن هذا يريح المنطقة. هذا الاحتدام لا يريح المنطقة، ولكن طبعا أهل مكة أدرى بشعابها، كل طرف يعني يعرف ما يريد ويتوسل الوسائل المناسبة لتحقيق هدفه. لذلك أختم بأن العلاقات السعودية الإيرانية غير مرشحة للتقارب والتلطيف على المدى المنظور. سيد ريوران، أريد تعليق سريع لو سمحت حول ما قاله السيد بن عمر. أيضا من أحد الأمور التي عبرت عنها القيادة الإيرانية من مخاوف وهي ما جرى العام الماضي وربما تكرار السيناريو الآن، السيد بن عمر يقول بأن نتائج التحقيق الإيرانيون يعلمونها، ما الذي تعلمونه ولو باختصار؟ يعني أولا إيران طالبت السعودية بأن تشكل لجنة تحقيق في الموضوع. السعودية رفضت وقالت أن هذا هو حادث عرضة، وأتصور أن عدم القبول بتشكيل لجنة التحقيق هو يعني يعكس مسألة هناك سوء إدارة في الحج. يعني أولا حسب معاهدة فيينا، أي شخص يدخل أي دولة، هذه الدولة مسؤولة عن أمنه، أن يقتل 500 حاج إيراني وأكثر من الإيرانيين من باقي الجنسيات، ولا تشكل السعودية يعني لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. هذا يعكس يعني استيقاظا لأرواح الناس. يعني الحاج عندما يدخل الشخص من مطار جدة يعني يرى اليافطات أهلا بضيوف الرحمن وإلى آخره، يعني كيف الترحيب بضيوف الرحمن هل يتم من خلال سوء إدارة يمكن أن يؤدي إلى مقتل يعني أكثر من ألف حال؟ يعني أتصور أن هذا الموضوع مهم، وأحد الإشكاليات الآن في الحديث بين إيران والسعودية وكان مسألة أمن الحجاج الإيرانيين، الذي رفضت السعودية أن تعطي أي ضمانات في هذا النظام. طيب سيد بن عمر، هل ستوضح لي ما الذي يعلمه الإيرانيون من نتائج التحقيقات؟ لأن يعني السيد ريوران لديه رؤية مخالفة عما قلته، هل لك أن توضح لي ما الذي أردت أن تشير إليه؟
اسمح لي أرجع قليلا للوراء. عندما يأتي الإيرانيون إلى منى وعرفة ومكة المكرمة على حتى يتظاهروا يرفعوا صورة آية الله الخميني، أريد من الأخ حسين أن يريني صورة للملك فهد أو الملك عبد الله أو الملك سلمان في أي سنة من السنوات رفعت في الحج. ليس هناك صور ترفع في الحج لملوكنا ولا الملوك العالم الإسلامي، لأنها شعيرة ربانية. فلا نسمح أن يرفع الإيرانيين صور آية الله الخميني أو آية الله خامئني أو غير ذلك في مكة المكرمة. هذا لا يسمح به المسلمون الآخرون، سيلوموننا مثل ما يلومنا السيد حسين على حادثة عرضية في مكة، ويقول لماذا لا تصون أرواحنا. إذن كيف نصون أرواحك وأنت تريد أن تقوم بمظاهرات في الحج؟ أولا أنا أريد قبل حتى الوقت لا ينفذ علينا، أريد أن أفهم ما الذي أشرت إليه. يعني أنت أشرت إلى شيء والمشاهد الآن يتساءل ما الذي يعرفه الإيرانيون، وأنت يعني قلت هذه الكلمة وتوقفت. ما الذي يعرفه الإيرانيون؟ الإيرانيون هم في هذه الحادثة أكثر الحجاج الذين وقعوا ضحية التدافع، وهم يعلمون، وأنا قلت لك في كلمتين، تدميرهم في تدبيرهم، وأعفيني من الإجابة الباقية، ولكنني أنا أستشرق العلاقات السعودية الإيرانية مستقبلا ستتغير حتما كتاريخيا، مثل ما تتغير كل علاقات العالم، مثل ما إيران الآن إلى الأفضل يعني أم إلى الأسوأ؟ علاقتها مع أمريكا طيبة، لا إلى الأفضل إن شاء الله. علاقتها مع أمريكا الآن طيبة، فالسنة الجاية كيف يتبرؤون بالمشركين إذا كانوا يتبرؤون من الأمريكان؟ السنة القادمة من يتبرؤون منه لو سمحت لهم السعودية بالبراءة في مكة المكرمة؟ ولكن يقول لك أن العلاقات السعودية الإيرانية ستتحسن عما قريب عندما تختفي الوجوه الأمامية في الصف الإيراني. ونحن الآن نراقب السيد رفسنجاني في تصريح قبل فترة قليلة، وقال أن إيران تمد يدها في العراق وسوريا وأفغانستان، وهذا يد متورطة، وهذا صوت عالي. نعم. معنى ذلك أن السيد رفسنجاني وضع يده على الجرح الذي تشكي منه الدول العربية ومن ضمنها السعودية. لذلك عندما يختفي الصف الأول وهذا سنة الحياة والأعمار بيد الله، ستتغير السياسة الإيرانية، وخاصة أن الشعب الإيراني يعاني من مسألة أخذ ثرواته والذهاب بها إلى العراق أو سوريا ودعم الحركات الثورية في جميع أنحاء العالم. اتضحت الفكرة. بقيت لدي 30 ثانية فقط. نعم، عذرا سيد بن عمر. سيد ريوران، 30 ثانية فقط. العلاقات إلى تحسن أم إلى الأسوأ؟ تتفق مع الدكتور لباد أم تتفق مع السيد بن عمر؟ باختصار شديد، أسوأ أم أحسن؟ يعني أولا أتمنى أن تكون العلاقات بين العالمين أحسن مما هي عليه، يعني لأن إخوة كما يقول الفرحة. انتهى الوقت. وهذه الأخوة، إذن أنت يعني متفائل. يعني نعم. بين المسلمين. شكرا لك السيد ريوران. أشكر أيضا السيد بن عمر والدكتور اللباد. أشكركم مشاهدينا الكرام، كانت معكم ديمة ترحيني، تحياتي.